وفريق ايطاليا طالع. وادي شوف كابتن ايطاليا و بيقدم رئيس الفيفا بيدي الملك الكاس عضلان ادان الملك والملك ادان شوف وشوف يرفعه للستين الف اللي هنا والملايين الناس العالم ابطال العالم الجداد وبيسلم على الملكة وبيسلم على كبار الزوار وفريقه بيستلم الميداليات الذهبية الخالصة. الحقيقة سيادة السفير ابو بكر عبد الغفار والسيد الدكتور عبد الرحمن عطية المستشار الاعلامي وجميع رجال السفارة انا من هنا باسمكم جميعا بشكرهم لانهم قدموا لنا خدمات جليلة جدا والتلفزيون يعلم هذا لان التلفزيونات اللي كانت بين التلفزيون والسفارة كانت جميلة جدا. افالانش بيسلم روسي اللي جاب الجول الاولاني وبيسلم اللعيبة والاحتياطي والحقيقة منظر جميل يفرح التعب كله راح بتاع اللعيبة وافالانش لازال بيسلم وللعيبة والاحتياطي بتوع ايطاليا الميداليات الذهبية. وادي الاعلام وادي الانوار وادي اربع ادوار في استاد سانتياغو برنابيو اللي بياخد 100,000 متفرج هنا و100,000 زائر. خدوا الكاس وبرزوتي طلع للرئيس وبيلفوا بالكاس بيلفوا للكاس للجمهور اللي اهو الكاس اهو كاس العالم 82 وادي ابطال العالم 82 بتلف بيه.